يلي مثل ما بتعرفوا فيها تربحكم مبالغ عديدة بتبلش بال 35 ألف ليرة وبتوصل كل يوم كل يوم كل يوم لل 120 مليون ليرة. Good luck للجميع. وقبل ما نبلش ونشوف شو معقولة تختار اليوم المكانات بشبكة الرومية 3 4 و 5 من طبيت، رحب بعضو لجنة الرقابة ومندوب بوزارة المالية أستاذ محمد الحشحادة. أهلا وسهلا فيك محمد. منبلش مثل العادة مع أول شبكة اليومية 3. طب تنزلوا بالمكانات وأول طابة رقمها 5. الطابة الثانية رقم 2 والطابة الثالثة 4. 5-2-4 أرقام يومية 3 لليلة. إذا كنتم تاكسين هول الأرقام ورا بعضهم 5-2-4 بهذا الشكل، المبلغ يلي دفعته بتضربوه ب 400 مرة إذا بالدور يعني، وإذا حيا الله عندكم مجال كتير تربحوا إنما الجوائز بتقل، لأنه المبلغ يلي دفعته بتضربوه ب 70 مرة، عملية حسابية صغيرة بتعرفوا قد بتربحوا مع اليومية جوائز. هلا أنا وياكم رح ننتقل لشبكة جديدة اليومية 4. أول طابة رقم 8، طابة الثانية 1، من بعدها 5، واثنين. 8-1-5-2 أرقام يومية 4 لليلة، هول الأرقام يلي بيربحوكن. إذا كنتوا مشتركين بهيدي الشبكة لتربحوا بدكن تكونوا متاكسين أو مختارين هول الأرقام أو العشوائي الكيو بي مختار لكم هول الأرقام. لتعرفوا قد بتربحوا مصاري أكيد رح نعلق أكثر بالجوائز. بالدور المبلغ يلي دفعته بتضربوه ب 4000 مرة، وبالحيلة المبلغ يلي دفعته بتضربوه ب 150 مرة. هلا أنا وياكم رح ننتقل لآخر شبكة اليومية 5. شو معقول يكونوا الأرقام يلي رح تختارون المكنة؟ نشوفهم سوا. أول طابة رقمها 7، طابة الثانية 4، طابة الثالثة 0، اثنين، والسبعة عن جديد. سبعة بالأول سبعة بالآخر وبالنص في 4-0-2. الرقم والسري الكامل قدامكم صار على الشاشة 7-4-0-2-7 هو الأرقام والسري اللي اختارته الليلة المكنة مباشرة على هوا مستديوهاتنا بقدمة. إذا بالدور كانت أرقامكم المبلغ يلي دفعته يلي دايما بقلكم فيكون اما 500,000 1005,000 2005 او 3000 ليره حسب انتم على شو رهنتوا. المبلغ اللي دفعته بتضربوه ب 40,000 مره، وبالحي الله المبلغ اللي دفعته او رهنتوا عليه بتضربوه ب 350 مره. خلصوا صحبتنا لليله، رح نرجع نتاكد من الارقام الرابحه مع استاذ محمد. تفضل محمد. صحبات يوميه ليوم الجمعه 22 حزيران 2018، سحب رقم 610. الارقام الرابحه يوميه 3 5 2 4، يوميه 4 8 1 5 2، ويومية 5 7 4 0 2 و 7. شكرا لك استاذ محمد، بنشوفك ان الله راد الاسبوع المقبل. الف مبروك لكل الاشخاص اللي ربحوا معنا الليله بالسحوبات الثلاثه، وان شاء الله اكيد تكونوا كثار. الاشخاص اللي ما زبطت معهم بنقول لهم فيكم تجربوا حظكم كل يوم بلعبه اليوميه، وما حدا بيعرف اي نهار بتزبط معكم بشبكة اليومية 3 4 أو 5. وأنا بشوفكم إن الله راد نهار التنين، من هون لوقتها بو ويك إند، وباي باي.